عناوين وإليكم الآن التفاصيل. قلب سامدوريا تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيف إنتر في جوزيبي ميازا في ختام الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ليحقق الضيوف فوزهم الأول على نيراتزوري في ميلانو بالذات منذ ديسمبر كانون الأول من العام 96. بدخول الدوري الإيطالي جولته الأخيرة، بات كسب النقاط أمام المنافسين الخيار الوحيد للاعب إنتر للدفاع عن حظوظهم الأوروبية. في جوزيبي مياتسا كان الموعد مع سامبدوريا العنيد، لكن زملاء القائد إيكاردي لم يتركوا طموحات الزوار تبرز، فبادروا إلى تهديد مرمى الحارس إيميليانو فيفيانو بشكل متتال. محاولات كانت بمثابة جس للنبض قبل إحراز هدف الأسبقية عبر دامبروزيو عند الدقيقة 35. ورغم استمرار خطورة إنتر، إلا أن سامدوريا كاد يخطف هدف التعادل في آخر أنفاس الشوط الأول. طموح سامدوريا في بلوغ مرمى إنتر تواصل في المشهد الثاني، وتوج بهدف التعديل عبر باتريك شيك في الدقيقة 50، لترتفع بعد ذلك حدة المنافسة بين الطرفين بتبادل الهجمات دون أن تترجم إلى أهداف، إلى أن جاءت الضربة القاضية من كواليريلا الذي منح الفوز لسامدوريا من ركلة جزاء قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وبهذا السقوط على أرضه يكون إنتر قد ضيع 3 نقاط ربما تبخر حلمه الأوروبي.